السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ نكمل محاضراتنا complete denture، كملنا anatomical landmarks من maxilla والmandible، فوصلنا الآن إلى complete denture impression. من أخذنا إحنا anatomical landmarks، كنا عندنا supporting structures، limiting structures، oblique features. زين يعني شلون أنقل ال anatomical landmarks من البيشنت ماوث حتى احولها على الكاست حتى اقدر اشتغل؟ لازم ناخذ طبعة على البيشنت، فمريد ناخذ طبعة على البيشنت وبالكومبليت دنتشر عادة نحتاج ناخذ له نوعين من الطبعات اللي هي شنو هي البرايمري امبريشن والسكندري امبريشن، حتى نقدر شنو حتى نقدر ننقل الفاين ديتيلز مال الاورال كافيتي اللي هي بالماكسيلاري والمانديبلر ارتش. فأنا إيش أحتاج حتى أخذ طبعة للpatient؟ أحتاج شنو؟ أحتاج impression tray. فالimpression tray هي شنو هي؟ It's a device used to carry, confine and control the impression material from the patient's mouth while making an impression. إذا هي أنا لازم عندي في الجهاز يساعدني إنه أشيل وأخلي هاي الماتيريال إلى أن تصير ست، حتى شنو؟ حتى أنقل ال residual ridge والريليتيد ستراكشرز مالتي حتى اقدر اسوي لك شنو حتى اقدر اسوي لك بروسيسز. فديورينج امبريشن ميكينج ذا تري فاسيليت انسرشن اند ريموفال اوف امبريشن ماتيريال فروم ذا بيشنتس ماوث. اذا اني هاي الماتيريال مالتي طبعا اكو الماتيريال بالبدايه احنا من راح نشيلها شويه لازم تكون سوفت، فهي راح تساعدني انه اني اجي انقلها خليها داخل حق البيشنت ماوث، وبعدين ورا ما تصير ست أشيلها من حق البيشنت. فالإمبريشن تري هي اللي حتساعدني إنه أنا أشيل وأخذ الطبعة للبيشنت. طبعاً هذه الإمبريشن تري مالتي مقسمة إلى أجزاء، مقسمة إلى بدي اللي هو الجزء اللي حتقعد عليه الماتيريال مالتنا اللي حنقدر ناخذ به الطبعة. فهذا البدي، هذا البدي مقسم إلى جزئين. الجزء السفلي مالته إحنا شو نسميه الفلور، اوكي، يعني القاعده مالتنا، والفلانج اللي هو الاكستنشن اللي شنو اللي حيصعد ويوصل لي وين حيصعد يوصل للفيستيبيول. هذا شنو جزء، هذا جزء نسمى البادي. والهاندل، الهاندل من اسمها هاندل يعني اليد مالتنا اللي حنقدر راح لازم نكون شيء حتى نساعدها. طبعا الهاندل هو شنو؟ هو اكستنشن from the union of the floor and the labial flange. إذا لازم شو وين تكون؟ لازم تكون anterior، وأيضا وين؟ بالmiddle region، حتى طبعا حتى مطبخ يعني حتى تساعدنا إنه نفوتها ونسوي centralization للتري، وأيضا تكون L shape that will not interfere with the lip during impression procedure. فهاي الimpression tray مالتنا وبها شنو؟ بها الفلور، عندنا الفلور وهاي الفلانج مالتنا، اوكي، وهاي الهان مال الامبريشن تري. زين التايبس اوف امبريشن تري، طبعا التايبس اوف امبريشن تري راح تقسم حسب نوع التري وحسب الارتش. فالتايب اوف سبيشال تري هي اما تكون ستوك تريز، اوكي، اللي هي جاهزه، ولا special trays or individual trays. Stock trays these are used for primary impression procedure. احنا قلنا خصوصا بالpartial بالcomplete denture ان لازم ناخذ شنو؟ لازم ناخذ نوعين من الimpression، ناخذ primary impression secondary impression. فالprimary impression ناخذها بالstock trays والfinal impression راح ناخذها بالspecial trays. طبعا الستوك تريز هي شنو هي؟ هاي طبعا قلنا جاهزه. impression trays serve to carry the impression material to the mouth and support it in the correct position while it is hardening. اذا هاي حتساعدنا طبعا نفس تعريف يعني التريز اللي هي حتساعدنا انه نخلي الماتيريال حتى ناخذ الامبريشن الى ان تصير ست.
طبعا هاي الحلو بيها ان هي ستوكتر راح نقدر نستخدم من اكثر من بيشنت، بس طبعا بعد ما نعقمها اند يوز فور ميكينج برايمري امبريشن. عاده لازم ناخذ البرايمري امبريشن. هنا عاد نحكي بس شنو في حاله انه احنا كومبليت دنتشر. اوكي they are made of different materials. طبعا هو يكون ماتيريال اللي بدنا نستخدم، نقدر نستخدم الومنيوم، ستينلس ستيل، بلاستيك، تن. وطبعا عندنا شنو، عندنا عدة سايزات. ليش؟ لان عندنا البيشنت ماوث راح يختلف من بيشنت لبيشنت، فيسوي لنا هواي سايزات حتى احنا نقدر نختار السايز الصحيح للتراي. الاستكتوريز مالتنا ايضا راح نريد نستخدمها، راح نقسمها ايضا الى شنو، الى قسمين. عندنا استكتوري فور دينتشرس بيشنتس اللي هو اللي عنده اسنان، واستكتوريز فور دينتشرس بيشنتس. ليش؟ لان اكو مرات احنا حالات نريد ناخذ طبعا البيشنت من عنده اسنان، فالبيشنت من عنده اسنان حتكون عندنا الاسنان موجوده والفيستبيول، فهنا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج شنو؟ راح تحتاج لونج فلانج. فبيجي حاله الاستكتوريز راح تختلف من عندنا اسنان ومن ما عندنا اسنان. عادة تكون شنو الستوكتريز مال بيشنتس الايدين خلاص راح تكون شنو، راح تكون شورت، ودائما تكون كانما شنو الفلور مالتنا يو شيب. While the dentulous patients، شوفوا هنا أنا القاعدة مالتنا الفلور تكون عدلة والهانس تكون طويلة. طبعا الستوكتريز كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو امبريشن ماتيريال. اذا احنا من نريد ناخذ طبعه الامبريشن ايضا راح تحدد لي شنو، راح تحدد لي نوع شنو، نوع الستوكتريز. فالستوكتريز يا اما تكون بيرفوريتد او نون بيرفوريتد ستوكتريز. طبعا البيرفوريتد احنا من ناخذ طبعه حسب الماتيريال، اخذ ماتيريال مرات يعني مثل زكزين وتنشلع اثناء ما تنشيلها من حق البيشنت بعد ما يصير بيها هاردنينج، فهذا التايب من الماتيريال راح يحتاج شنو، راح يحتاج انه التري تكون بيرفوريتد حتى نزيل الريتينشن مالتها. فالبيرفوريتد يعني تكون اما بيرفوريتد وذ شنو، وذاوت رملوك. طبعا الرملوك ايضا فشي زياده نضيفها حتى شنو، حتى تزيد لنا الريتينشن مال امبريشن. الرملونج اللي هي بالحافة كأنما جيكو موجودة من الداخل خسفة حتى يزداد الريتينشن مينز مال شنو، مال امبريشن. وطبعا هذا النوع عادة البرفوريتد اللي تكون وذ رملونج او ذات رملونج راح نستخدمه ويا من، ويا الالجينيت. ليش؟ ليش؟ حتى يزيد لنا الريتينشن. الامبرفوريتد تريز يا اما تكون with rimlock او without rimlock. non perforated structures without rimlock راح نستخدمها والimpression compound. طبعا ان شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نعرفين هذين الانواع مال الماتيريال اللي بدنا ناخذهن. non perforated with rimlock راح نستخدمها ويا من، راح نستخدمها ويا الالجينيت او طبعا غير materials حسب. بس احنا هنا مخصصين الكلاسيفيكيشن مالتنا مال التريس حسب شنو، حسب احنا من دا نحكي ك كومبليت دنتشر. فاذا البرفوريتد مقسمة الى شنو، البرفوريتد without rim block or with rim block، والنون برفوريتد ايضا without او with rim block. البرفوريتد عادة راح نستخدمها ويا من، لازم يلجنيت. والنون برفوريتد اذا without room lock راح نستخدمها بالامبريشن كومباوند، والوذر room lock راح نستخدمها الالجنيت امبريشن. طبعا احنا من نريد ناخذ طبعا البيشنت مالتنا قلنا الارش مالتنا حيختلف من بيشنت لبيشنت، فقلنا عندنا شنو، عندنا عدة احجام من ال الستوك تريز. فاني شلون اختار السايز مال التري مالتي اللي هاي حق الزينه. طبعا
أول شيء النوع مال الإمبريشن ماتيريال اللي أنا حستخدمها، فأنا حسب الماتيريال اللي أنا أريد أستخدم إذا آخذ بها برايمر إمبريشن، إذا آخذ إذا آخذ بالألجينيت قلنا لازم شنو لازم نستخدم بيرفوريتد ونخلي شنو وبها رملوك، زين إذا آخذ بالإمبريشن كومباوند، الإمبريشن كومباوند شنو إذا البيرفوريتد راح كلش تلزق وبعد ما تطلع من عندها، فشنو نسوي؟ فلازم نستخدم شنو؟ لازم نستخدم نون بيرفوريتد. حتى شنو حتى ناخذ بالامبريشن كومباوند. فهنا انا شنو اللي حدد لي التايب سلكشن مالتنا شنو الماتيريال، يعني انا قررت بيش اخذ طبعه، فعلى هذا الاساس راح اختار شنو، اختار التايب مال ستراكشر مالتي. طبعا السايز اوف ذا ارت اللي قلنا احنا شنو بيهن، بيهن نوعيات، يا اما تكون ميديوم سمول لارج، هم مقسمين اياها، او طبعا مرات مقسمينها كارقام 1 2 3 4. الفورم اوف ذا ارت اللي قلنا مرات شنو الارت مالتنا اذا شويه كبير، فاذا كان راوند سكوير او تيبر لازم الامبريشن تري مغطيت لي شنو، مغطيت لي كل الارتش مالتنا حتى تطلع، يعني ما يصير الطخ الحافات مالتها. طبعا the structure must cover all the anatomical landmarks needed in complete denture and this is most important, this is the most important point. هنا احنا ليش من اخذنا anatomical landmarks قلنا اكو عندنا limiting supporting structures، فاحنا لازم كل anatomical landmarks خصوصا limiting structures كلها لازم نوصل لها حتى شنو، حتى نطلع كل الديتيلز بالكاست مالتنا. طبعا the structure should give a sufficient space for the impression material in all direction، يعني لازم اكو space للimpression material. اوكي طبعا ال sufficient room عادة لازم يكون من 4 to 5 millimeter، فهاي اللي على اساسها راح نختار شنو، راح نختار type of the structure. قلنا الستوك تري من راح نستخدمها حتى شنو، حتى نسوي primary impression. زين primary impression عادة ما تطلع لي كل details مال arch وكل landmarks بصورة صحيحة، فلهذا احنا خاصة بال complete denture لازم شنو نسوي، لازم ناخذ final impression. final impression ما نريد نسويها، شلون نسويها؟ لازم عندنا شنو، عندنا special tray or individual tray. طبعا ال individual tray it's made from a cast recovered from the primary impression. إذا نحن بعد ما أخذنا the primary impression راح نصب الطبعة، راح نطلع لنا cast. هاي cast نسميه شنو، نسميه the primary cast or study cast مرات نقول عليه. فهذه من راح نأخذها، هنجيب هاي cast، على أساس هذه cast راح نسوي، راح نسوي tray. فهاي التري راح تكون، راح تكون احنا نسميها سبيشال تري، هاي تكون خاصه بس لهذا البيشنت، يعني ما نقدر نستخدمها غير البيشنت. ف طبعا لان عندنا هواي اختلافات بالريج بالشيب والسايز، الستوك تري مرات شنو، مرات من الفيتنج مالتها شي يكون، طبعا اربتر يعني فد شي اعتباطي مالتنا، ولهذا شنو نسوي، نسوي سبيشال تري حتى نطلع فاين ديتيلز ونطلع تكون الكاست مالتنا كلش كل ال anatomical landmarks مالتنا طالع. طبعا شنو فائدة احنا السبيشال تري اللي نسويه؟ طبعا عادة شو تكون economy in impression material، لان هاي حتكون closely fit، يعني تكون كلش fit لل فليس material راح يكون استخدامنا الماتيريال اقل. طبعا مور اكوريت امبريشن، الامبريشن مالنا حتطلع كلش صحيحه. It will provide even thickness of the impression material، هنا راح يكون عندنا thickness كله متساوي، لان هاي احنا مسويها خاصه يعني خاصه لهذا الارج حتى يقل عندنا التشو ديسبليسمنت اثناء ما ناخذ الامبريشن، يقل الدايمنشنال تشينجز بعد ما نشيل الامبريشن، and produce impression with correct extension حتى يكون extension مالتنا صحيح. طبعا الشغل بالسبيشال تري حيكون اسهل واسرع وحيحصل على accurate impression. طبعا هنا احنا مسويها سبيشال لهذا الارتش فحتكون واصل للفيستيبول، ليش؟ لان هي سبيشالي لهذا الارتش.
طبعا ال specialty is less bulky than the structure، يعني structure عادة شوية تصير كبيرة، يعني حسب ال يعني حسب ال size مالتها، فهنا حتكون less bulky ف more comfortable to the patient، ال patient شوية حتكون أسهل له مما نستخدم ال structures. طبعا الماتيريالز يوز فور كونستركشن اوف ذا سبيشال تري، يعني احنا راح نسوي السبيشال تري، عندنا هواي نوعيات من الماتيريال. طبعا السلكشن مال الماتيريال اللي حنستخدمها من نسوي السبيشال تري مالتنا يعتمد على التكنيك مال الامبريشن مالتنا. فاحنا ايش نقدر نستخدم؟ طبعا دائما نستخدم الكولد كيور اكريليك او سيلف كيور اكريليك، هذا يجينا باودر والمونومر مالتنا نخبطها سوية ونخليها على ونسوي بها السبيشال تري مالتنا. الفيزيبل لايت كيور اكريليك هذا يجي عبارة عن شيتات شيلاك بيس بليت، الامبريشن كومباوند مرات نستخدمها حتى نسوي بها سبيشال تري بس طبعا قليل، والهيت كيور اكريليك. طبعا الاكريليك هو بيه نوعين، كولد كيور والهيت كيور. الهيت كيور نسوي بيه احنا عادة نسوي بيه الفاينل بروسيسز لين يصير اقوى، فالهيت كيور نسوي بيه سبيشال تري كلش نادر، عادة نستخدم الكولد كيور. طبعا السبيشال تري مالتنا احنا من نريد نسويها للبيشنت، هنا احنا قلنا شوفوا التقسيم مال حسب الماتيريال مرات من نريد نستخدمها حسب التكنيك او الامبريشن تكنيك. فايضا من نريد نسوي السبيشال تري طبعا حسب الارت وحسب شنو حسب الطريقة اللي دا اسويها، فيا اما نسويها سبيس سبيشال تري اور كلوز فيتد سبيشال تري. السبيس سبيشال تري طبعا لازم بها يا اما يكون بها ستوبرز او ويزاوت ستوبرز، يعني سبيس هنا انا خلينا فراغ ما تكون او تكون كلوز فيت. اذا انا من اريد اسوي سبيشال تري عندنا شنو؟ عندنا تو تكنيكس اور ميثودز فور كونستركشن اوف ذا سبيشال تري. فعندنا يا اما الفينجر ادابتد دو ميثود اور سبرينكل اون اكريليك ميثود. التكنيك هاي الفينجر ادابتد دو ميثود هي عادة دائما نستخدمها، هي صراحة اسهل، فنخبط المونومر ويا الباودر مالتنا، يحتاج لفترة الى ان شوية يتحول الى دوسيج، يعني لا يصير شوية عجينة. الكاست مالتنا جاهزة، احنا نشوف هنا محددين الاكستنشن مالتنا مال تري، من يتحول الى الدوستيج نجي نخليها على الكاست مالتنا. طبعا حتى ما يلزق بيدنا شوي نخلي فازلين بيدنا حتى ما يلزق الاكريليك بيدنا، لان بعده هو ما صاير ست، وايضا نخلي سيبريتنج ميديوم على الكاست حتى ايضا ما يلزق، والمكانات اللي عادة تكون اندر كات ايضا شن نخلي واكس. ان شاء الله هاي بالمختبر راح نشوفها وراح بالنسبة لنا اسهل، لان هاي الخطوة عملي فما تبين الا من نشتغل عملي، فان شاء الله بالعملي راح تشوفوها. طبعا هاي الطريقة هسه تعرفون شلون شلون نسوي مالتنا شلون نسوي. فبعد ما يتحول الى دو ستيج نحولها الى شيت، فهي من اسمها فينجر ادابتد، فاحنا نخليها ونخلي بي نسوي لها ادابتيشن. نجي نخليها وندفعها الماتيريال مالتنا، نسوي لها ادابتيشن على شنو؟ على الكاست مالتنا. ونوصلها وين نوصلها؟ لكل الاكستنشنز، يعني لكل الاناتوميكال لاند ماركس مالتنا. وبعدين بالنهاية شنو نخلي؟ نخلي الهاندل مالتنا اللي كنا على شكل ال شيب، حتى شنو؟ حتى من نريد ندخل التري لان لازم في شيء يساعدنا انه نكمشها، فنسوي الهاندل مالتنا، ننتظرها الى ان يصير بها بوليمرايزيشن، يكمل البوليمرايزيشن مالتها يعني يكمل التفاعل، ونشيلها السبيشال تري مالتنا وتيك الاكستنشن، انتهى كل شيء بيها. فطبعا من دريد نشيكها طبعا لازم تكون الثيكنس مالتنا 2 الى 3، البوردر مالتنا النهايات مالتها لازم تكون راوند، فاذا مو راوند شارب شوي نعدلها. طبعا طبعا البيرفري مالتنا should be 2 to 3 millimeter thickness، the edge should be rounded و the rest of the tray should be about 1 to 2 millimeter in thickness. هاي بالشنو؟ هاي بالنسبة لشنو؟ للفينجر ادابتد دوم ميثود.
سبرينكل اون اكريليك تكنيك. هاي التكنيك الثانية اللي حنسوي نستخدمها حتى شنو، حتى نسوي السبيشال تراي. ايضا نفس المتطلبات، ما شنو من نريد نسوي اي سبيشال تراي، لازم نسوي اليمينيشن للاندر كات، خلي ريزلين حتى ما تلزق، يعني ما تشلب، ما تبقى لازقة السبيشال تراي مالتنا. وبين ذا كات وذ سبريتنج ميديوم حتى ما شنو، حتى ما يلزق الاكريليك. طبعا الاكريليك مالتنا هنا احنا ممكن الاكريليك عبارة عن باودر ليكويد، فالاكريليك وين نخليه كونتينر وذ بيرفوريتد توب. والليكويد مالتنا اللي هو المونوم مالتنا نخليه اندافن ديش، هاي اللي شفت المقطارة. فشيك ذا بوليمر اون ذا بوردر اريا، راح نخلي البوليمر مالتنا، بعدين المونومر راح نضيفه عليه حتى شنو، الى ان يكون نحس تبلل بعد. اوكي، فهنا راح نقوم نضيف طبقه 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 الى ان شنو، الى ان نوصل للمينيموم ثيكنس اللي هو 2.5. اوكي، فهنا شلون كانه ما نضيف، يعني نضيف شوي شوي وننتظر، شو نضيف شوي شوي وننتظر. طبعا ورا ما نكمل كل شيء بيفور ذا فاينل بريمولاريزيشن، شوي نرفع التري مالتنا ونرجعها بمكانها وننتظر الكومبليت. وراها نقلل الاوتلاين مالتنا، احنا لازم الاوتلاين مال سبيشال تري هو 2 ملم اندر اكستندد، حتى نخلي بقايا للشنو، للامبريشن ماتيريال. اذا كانت الحافات بها رفنس او هاي لازم نسوي لها راوند. وطبعا اخر شيء وراها شو نسوي، نسوي الهاندل. هنا نشوفوا هنا نخلي نضيف الخلي الاكريليك ونضيف فوقه شنو، ونضيف فوقه المونومر مالتنا، ونظل نضيف طبقه طبقه الى ان نمليها كلها ونسويها. زين، السبيشال تري مالتنا احنا مو قلنا تكون القينا مرات يكون بها ستوبر او without ستوبر وسبيس او كلوز فيت. فاذا حاله احنا خلينا استخدمنا سبيشال تري وذ ستوبرز، الستوبرز من اللي نخليها لازم نخلي شنو، لازم نخلي فور ستوبرز. فلازم تكون عندنا تو انتيرير وشنو وتو بوستيرير. الانتيرير وين تكون؟ بالكناين اريا. والبوستيرير وين لازم تكون؟ بتكون يم الفيرست مولر اريا. طبعا احنا من اللي نسوي شو اسمه سبيس سبيشال تري، نخلي شيت مال بيس بليت واكس. فهنا البيس بليت واكس احنا مخلي على كل الكاست، نشيل بهاي الاربع مكانات، فحيصير هذا المكان للستوبر. اذا كانت هاي السبيس سبيشال تري مالتي وذاوت ستوبر، بس نخلي البيس بليت واكس بدون ما نشيل من عنده اي شيء. وطبعا بالكلوز فيت سبيشال تري هنا شنو، هنا ما يحتاج نخلي بيس بليت واكس، هي حتكون شنو كلوز دي فيت على الارش مالتنا، على الكاست يعني العفو. زين، انا من ارد اسوي السبيشال تري مالتي، شنو الكرايتيريا مال السبيشال تري؟ اوكي، اللي مطلوب من عندي من دا اسوي السبيشال تري مالتنا، اول شيء لازم شنو، لازم مصنات امبنج امام موفبل ستراكشرز، لان احنا نعرف ان احنا عندنا قلنا كولمتنج ستراكشرز، هذه كلها لازم نوصل لها، بس لما ما يصير ندفع على شيء موفبل. البوردر ماست بي اندر اكستند 2 ملم. ليش؟ حتى نخلي سبيس للإمبريشن ماتيريال. البوستيريال ليمتس اوف ذا إمبريشن تري شود بي سلايتلي اوفر اكستندد. البوستيريال ليمتس اللي هي اخر جزء من الليمتيشن مالتنا، خصوصا بوستيريالي ريترومولر باد، بوستيريالي بالابارال بليتالي، لازم نوصل لل بوستيريال بليتال سيل اريا، الفايبريتنج لاين، نغطي كل شيء. فدائما تكون شويه اوفر اكستندد. ليش؟ حتى من ناخذ طبعه تطلع لي اكيوريتلي كل الديتيلز. طبعا الدري شود بي ريجيد اند اوف سفيشنت ثيكنس حتى ما تنكسر اثناء ما نشتغل بيها. اوكي، طبعا لازم عندنا هاندل. ليش؟ حتى شنو، حتى فور مانيبيليشن، يعني حتى نقدر نفوتها ونطلعها من حق البيشنت ونسيطر عليها ونثبتها بمكانها. The tray must be smooth on its exposed surfaces. لازم تكون سموث. ليش؟ حتى ما شنو، حتى ما ضوج البيشنت، لان احنا بدنا ناخذ طبعه على ما نصل عندنا سيتنج بالماتيريال. فاذا كانت شارب حتى تاذي البيشنت طبعا وتجرحه، فما تكون كومفورتبل تو ذا بيشنت حتى ما تجرح البيشنت مالتنا.
هي الكرايتيريا في حالة نحن شنو احنا سوينا سبيشال تراي. وشكرا جزيلا، واذا ان شاء الله اذا عندكم اي سؤال انا ان شاء الله موجود وياكم بالكلاس روم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.